السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على أسماء الدول وعواصمها باللغة الفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، بلد أو دولة هو un pays. un pays. مدينة une ville. une ville. وعاصمة هي une capitale. une capitale. une capitale. فالبلد الأول اللي عندنا هو الصين أو la Chine. la Chine. عاصمة الصين هي بكين أو بيكان. بيكان. الولايات المتحدة الأمريكية هي les États-Unis. les États-Unis. فهنا ننتبهوا بالنسبة لأسماء الدول وأسماء العواصم أو أسماء المدن، فكيتسموا دي نون بروبر، دائما كنبداوهم بماجوسكول. فالولايات المتحدة الأمريكية هي ليز إتازوني، عاصمتها واشنطن. واشنطن أو واشنطن. واشنطن. الهند لاند. لاند. عاصمتها نيو ديلي أو نيو ديلي. نيو ديلي. اليابان جابون. لو جابون. لو جابون. عاصمة اليابان هي طوكيو. طوكيو. بالفرنسي أيضا طوكيو. طوكيو. فلسطين باليستين. فلسطين. عاصمتها القدس. القدس الشريف. جيروزاليم. 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 فرنسا فرانس أو لا فرانس. لا فرانس. عاصمتها باريس أو باري. باري. هولندا بيبا. بيبا. عاصمتها أمستردام. بالفرنسية أيضا أمستردام. أمستردام. إيطاليا إيطالي. إيطالي. عاصمتها روما أو روم. روم. إسبانيا إسبانيا. إسبانيا. عاصمتها مدريد. بالفرنسية أيضا مدريد. مدريد. الآن عندنا ألمانيا. 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 عاصمتها برلين أو برلين. برلين. المغرب ماروك. لو ماروك. عاصمته الرباط أو غابة. غابة. فهنا غابة كنكتبوها بالت في آخر الكلمة ولكن لا تنطق غابة. الجزائر ألجيري. ألجيري. عاصمتها هي الجزائر العاصمة أو ألجي. ألجي. تونس تونيزي. تونيزي. عاصمتها تونس العاصمة أو تونس. تونس. موريتانيا موريتاني. موريتاني. عاصمتها نواكشوت أو نواكشوت. نواكشوت. مصر إيجيبت. إيجيبت. عاصمتها القاهرة أو لو كير. لو كير. اليونان لا غريس. لا غريس. عاصمتها أثينا أو أثين. أثين. كندا
بالفرنسية أيضا كندا. عاصمتها أوتاوا، وبالفرنسية أيضا أوتاوا أوتاوا. النرويج نورفيج نورفيج، عاصمتها أوسلو، بالفرنسية أيضا أوسلو أوسلو. البرتغال لو بورتوغال لو بورتوغال، عاصمتها لشبونة أو ليزبون ليزبون ليزبون. روسيا روسي روسي، عاصمتها موسكو، بالفرنسية أيضا موسكو موسكو. النمسا النمسا هي أوتريش لوتريش، عاصمتها فيينا أو فيين فيين. بلجيكا بلجيك بلجيك لا بلجيك، عاصمتها بروكسل أو بروسل بروسل. فهنا انتبهوا بروسل كتكتب إكس ولكن كنطقوها بإس بروسل بروكسل بالفرنسية بروسل. أوكرانيا أوكران أوكران، انتبهوا الأوكرانيا تنطق ب أوكران، عاصمتها كييف أو كييف كييف. فإما كنقولوا كييف أو كييف بأف كييف. تركيا لا تركي لا تركي، عاصمتها أنقرة أو أنقرة. السعودية أو العربية السعودية أغابي سعوديت أغابي سعوديت، عاصمتها الرياض أو رياض رياض. قطر قطر قطر، عاصمتها الدوحة أو دوا دوا، دبه الدوحة هي دوا. العراق إيراك إيراك، عاصمتها بغداد أو بغداد بغداد. سوريا سيري سيري لا سيري، عاصمتها دمشق أو داماس داماس. دمشق الفرنسية داماس داماس. الإمارات العربية المتحدة إميرا أغاب أوني إميرا أغاب أوني إميرا أغاب أوني، عاصمتها أبو ظبي، بالفرنسية أيضا أبو ظبي أبو ظبي. البحرين بغاين، بالفرنسية بغاين بغاين، عاصمتها المنامة، بالفرنسية أيضا مانامة مانامة. الأردن جورداني جورداني، عاصمتها عمان أو عمان، أيضا بالفرنسية عمان، ولكن الأردن هو جورداني. اليمن يمن يمن، عاصمتها صنعاء أو صنعاء صنعاء. السودان السودان السودان، عاصمتها الخرطوم أو كارتوم
كارتوم الخرطوم بالفرنسية كارتوم كارتوم. لبنان ليبون ليبون عاصمتها بيروت أو بيروت بيروت. ليبيا ليبي لا ليبي ليبي عاصمتها طرابلس أو تريبولي تريبولي. طرابلس هي تريبولي تريبولي. إيران 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 هي إيران عاصمتها طهران أو تيران تيران. طهران هي تيران. إندونيسيا أندونيزي أندونيزي عاصمتها جاكرتا أو جاكرتا 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 بالفرنسية جاكرتا. الآن عندنا أفغانستان أو أفغانستان أفغانستان عاصمتها كابول بالفرنسية أيضا كابول كابول. المكسيك مكسيك مكسيك عاصمتها مكسيكو بالفرنسية أيضا مكسيكو مكسيكو. سويسرا هي لا سويس سويس أو لا سويس عاصمتها بيرن بالفرنسية أيضا بيرن بيرن. La capitale de la Suisse c'est Bern. L'Anna Venezuela, le Francia, Venezuela, Venezuela, Asimatuha Caracas, Caracas, le Francia Aidan, Caracas, Caracas. Le Mamlaka al-Mutahida, Royaume-Uni. روايوم أوني فعاصمة المملكة المتحدة هي لندن بالفرنسية لندر لندر لندر. سويد 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 عاصمتها ستوكهولم ستوكهولم بالفرنسية ستوكهولم ستوكهولم ستوكهولم. كاميرون كامرون كامرون عاصمتها ياوندي بالفرنسية ياوندي ياوندي. الدنمارك دنمارك دنمارك عاصمتها كوبنهاغن بالفرنسية كوبنهاغ كوبنهاغ كوبنهاغ. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على أسماء بعض الدول وعواصمها باللغة الفرنسية. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدوا منه. ما تنسوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.